السلام عليكم متتبعين ومتتبعات قناة نانا شوبينغ أكادير. مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد. فيديو اللي فين كينا أنا كينا في مروة، وشحال دي ما صورت في مروة، وجت لقيتة من بعد الحجر الصحي، جت لقيتة فاش غادي نصور فيها. وكما كتشوفوا لقيتهم حاطين حويجات ديال الصيف، عروض زوينة، لقيتهم دايرين تخفيضات في ليزيس بادغي بزاف، كسيوات غزالين، البيسات طوال، المهم كلشي داكشي اللي بغيتو غتلقاو في هاد لا فيديو. ما عليكم غير تبعوا لا فيديو حتى الاخر وغادي تكتشفوا العروض والميزات اللي كاينين. وحاولت ما امكن انني نبازي لكم على لي بخي ونوريهم لكم، واخا كانت مروة عامرة كيدخلوا 20 ب 20، يعني ما كيدخلوش بزاف الناس، ولكن ملي كتكوني كتهزي كاميرا كديرونجي الناس اللي معاك. ايوا داكشي علاش كنحترم كل واحد الراي ديالو، كنحاول نبازي لكم على لي بخي قدر المستطاع. ومهم ما نطولش عليكم في الهضره، غادي نخليكم تفرجوا في لا فيديو على خاطركم. وما تنساوش الا كتعجبكم لا فيديو ديروا لي جيم، وخليوا لي شي تعليق، وقولوا لي فيديوهات اللي كيعجبوكم شنو هما. واكيد اللي مازال ما اشتركتش معايا في القناه، مرحبا بك معنا في القناه، مرحبا بك معنا تكوني من العائله ديالنا، وعلاش الله ان شاء الله تتكبر العائله ونوصلوا حتى حنا ل 50 ألف مشترك. خليكم مع الفيديو حتى الاخر.